وفي 17 من أبريل من عام 1998 ودعنا فضيلة الإمام في مشهد إنساني مهيب. اجتمع مئات الآلاف من محبيه يودعونه في قريته دخلوا ليرحل عنا فضيلة الإمام بحكم الحدث، ولكن يبقى دائما بيننا بكل ما قدمه للعالم الإسلامي على مدار عمره المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.